السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قريبا. حياك الله لله مرحبا. الله يجزيك بخير الله يجزيك بخير نورتينا. أعزك الله لله. الله ينور حياتك. اللهم آمين. واحد جوج الأحلام الله يجزيك بخير. مرحبا. حلمت بحال تحولت من الدار. وديك الدار انا شي اصلا شريت داري صغيره حلمت بها كبيره بزاف وداك الفراش ديال الاغنياء وكنمشي بيت كنحل بيت كنلقى كل مره فيما كنحل بيت كنلقى احسن من البيت الاخر وداك الارض ديالها بحال عود اللي كنهز داك نهز داك الارض داك العود كنلقى البرامل كبار ديال الزيت ديال الدقيق ديال الروز داك الخير كثير ودوك الفيران كيتناقزوا فوق منها فهمتيني نعم وحلمت عاوتاني شي مره اخرى بحال تحولت من الدار وديك الدار كبيره بحال عاود صلحنا وديك الدار كبيره نعم كبيره وما عرفتش على العائله ديالتي بحال انا لفضتي لفضي بالعاب مع تعصبت وقلت واحد الكلمه وزوج ديالي بقى كيغوت كيقول لهم شو انا شحال صابر على وداك الشيء فهمتي نعم وبحال هبط من ديك الدروج هبط ودخلت للجامع دخلت للجامع بقيت كندور في ديك الجامع نعم وزوج ديالي الله يجازيك بخير حلم حالة يقطف من ذاك الرمان نعم إيه لا الدار اللي شريتو دابا ديال الله شريتوها صغيرة صغيرة مودون فيها كيف ديال الصفيح ديال الصفيح ما شاء الله دابا هذا الرؤية بغى يقول لك الله تعالى داك ربي كيقسم الأرزاق كل واحد كيعطي لالا حنان باش ما نطولش عليك كنقطع المكالمة هو الله عز وجل كيقسم الأرزاق دابا عطاك الله دار صغيرة ولكن راه هي مباركة مسعودة داك هي صغيرة وكتبان لك كبيرة والفراش ديالها بسيط وكيبان ديال الأغنياء بعد أن هاد الدار هذه غتكون لك مباركة مسعودة وغتكون إن شاء الله منها غادي ديري التبات والنبات وغتولدي الصبيان والبنات ومنها إن شاء الله غيفيض عليك الخير وشفتي الدقيق وشفتي الخير الكثير بمعنى الرزق غادي يفيض عليك منها غيكون الانطلاقة شحال ديال الناس كانوا عايشين في بيوت صفيحية في بيوت ضعيفة والله تعالى منها خرجوا الى الغيد الفاحش لكن شفتي بان الفيران كيتناقزوا هادوك اعداء ضعاف لا يؤذون اكيد ان بزاف ديال الناس كيقولوا لك مالك انت على هاد الحالة مالك انت ساكنة في هاد المقام طلبي من راجلك يبدل لك هاد السكنة هذا نوع من التحريض فالفيران هما يا اعداء صغار كيحرضوا ولكن لا يؤذون كتشوف الرؤية الثانية بان الدار ديالكم تحولت وصلحتوها ورفتي واحد الكلمة قبيحة اكيد اللحنان انت عندك ربما علاقة مع الزوج ديالك مرة كتعصبي ما راضيش بالوضعية والزوج يقول لك انا صابر دليل ان زوجك رجل فاضل هبطي من الدروج يعني كل ما غضبتي راه لا يرتفع مقامك كل ما غضبتي كيهبط السهم ديالك فهذا معنى هبطي من الدروج مشيتي للجامع لالا حنان خلي وقتك كله مع الصلاة ومع ذكر الله تعالى وما تخافيش ربي غيرزقك وشتي بأن الزوج ديالك يقطف الرمان هذاك زوج مبارك غير صبري معاه راه مرزاق وان شاء الله تعالى ربي غادي يفتح لكم ابواب التيسير من هذاك السكن القصدير الصفيحي الله تعالى غادي يكرمكم بارض وبناء وخيرات كثيره الله يحفظكم ويرعاكم ويغنيكم بفضله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.